السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معنا في كايرو دار ومراجعة جديدة من مراجعاتنا، ومراجعة على جزء البيولوجيا الجزيئية أو الدي إن إيه. النهاردة هنراجع مع بعض على الدي إن إيه، ويمكن بداية الأسئلة اللي عندنا أسئلة مقالية اللي هي أذكر المقصود به. لو بصينا مع بعض على أول سؤال بيقول لي ما المقصود بالتحول البكتيري؟ طبعا ده بيفكرنا بالتجارب الأولانية اللي احنا خدناها في بداية هذا الباب، وطبعا دي كانت بتكلمنا عن نوعي البكتيريا R و S، وبكتيريا منهم كانت مميتة والبكتيريا التانية كانت غير مميتة، وجينا قتلنا البكتيريا المميتة وأضفناها مع البكتيريا الغير مميتة فحولتها بكتيريا، أو حولت صفاتها الوراثية إلى نوع من البكتيريا المميتة. لو جينا نلخص الكلام ده في كلمة التحول البكتيري، بنقول معناه انتقال المادة الوراثية من بكتيريا مميتة قتلت بالحرارة إلى بكتيريا غير مميتة فحولتها إلى بكتيريا مميتة. طبعا يمكن التحول البكتيري عندنا تم بدون معرفة ما هي المادة الوراثية التي تؤدي إلى هذا التحول البكتيري، ولكن طبعا استكملنا التجارب عشان نعرف المادة الوراثية هل هي البروتين أم هل هي الدي إن إيه بتجربة البكتيريوفاج، ونشوف السؤال اللي بعده اللي بيكلمنا عن هذه البكتيريوفاج اللي هي عبارة عن لاقمات البكتيريا زي ما تعرفنا عليها. بيقول لي فكرة تجربة البكتيريوفاج. الفكرة الأساسية عندنا لتجربة البكتيريوفاج كانت بتعتمد على إن الفوسفور موجود في مجموعة الفوسفات اللي داخلة في تركيب الدي إن إيه، بينما هذا الفوسفور لا يوجد في البروتين. وجدنا على عكس هذا الكلام أن عنصر الكبريت بيتواجد أو بيدخل في تركيب البروتين ولا يدخل في تركيب الدي إن إيه. دي الفكرة الأساسية اللي اتبنى عليها تجارب البكتيريوفاج. عشان كده لما قسنا الفوسفور داخل الخلية وجدنا ان هو كميته أكبر، معنى هذا الكلام ان الدي إن إيه هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية وعن حدوث عمليات التحول البكتيري. السؤال اللي بعد كده بيكلمنا عن كمية دي ان ايه كدليل على ان المادة الوراثية، على انه المادة الوراثية. حضراتكم كمية الدي ان ايه في الخلية الجسدية 2 نون او 2 ان زي ما بنتكلم عنها كمية كاملة، ولكن وجدناها في الامشاج نصف عدد الكروموسومات، نصف كمية الدي ان ايه. فده دليل على ان الدي ان ايه هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية، لان الفرد الناتج عن التزاوج ناتج عن اجتماع مشيج مذكر مع مشيج مؤنث، فلكي يحمل الصفات كاملة من المشيجين يبقى لابد ان يحتوي كل مشيج منهم على نصف كمية الدي ان ايه. ما هو لو اتنقلت كمية الدي ان ايه كاملة في المشيج الذكري وانتقلت كاملة في المشيج الأنثوي، يبقى الفرد اللي هينتج عندنا ده هيحتوي على ضعف عدد الكروموسومات وبالتالي ضعف كمية الدي ان ايه. فاحنا وجدنا ان الامشاج بتحتوي على النصف، وده دليل كافي او دليل على ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية. بينما البروتين لا ينتقل بنصف الكمية في الامشاج. يبقى هنا احنا دلوقتي كل مشكلتنا هل المسؤول عن نقل الصفات الوراثية الدي ان ايه من البروتين؟ المشيج يحتوي على النصف من الدي ان ايه ولكنه لا يحتوي على النصف من البروتين، ليس شرطا ان يحتوي على نصف كمية البروتين. الفرد الجديد
ينتج من مشيج مذكر ومشيج مؤنث لابد ان يحتوي كل من هذه الامشاج على نصف الكميه. فوجدنا ان نصف الكميه تماما توجد من كميه الدي ان ايه اللي موجوده في الخليه الجسديه. يبقى احنا لو جينا نتكلم بنقول بما ان الامشاج تحتوي على كميه دي ان ايه تعادل نصف كميته في الخليه الجسديه، وما ان الخليه الجسديه تنشا من اتحاد مشيج انثوي مع مشيج ذكري، اذا الدي ان ايه هو الماده الوراثيه وذلك لا ينطبق على البروتين. احنا تمام بنتكلم وبنشرح الموضوع بتاعنا وبعد كده بنشوف الاجابه المختصره اللي نقدر نحطها وناخد بيها الدرجه كامله. برضو بيسالني هنا على تقنيه حيود اشعه اكس. مين اللي استخدم هذه التقنيه واستخدمت في ايه؟ اللي استخدم تقنيه حيود اشعه اكس كانت فرانكلين. قدرت بيها انها توصف شكل جزيء الدي ان ايه. مررت اشعه اكس على بلورات عاليه النقاء من الدي ان ايه ما فيهاش اي شوائب، استخلصت الدي ان ايه في صوره بلورات عاليه النقاء، مررت عليها اشعه اكس وظهر عندنا على الفيلم اللي تم استقبال اشعه اكس عليه نقاط. يبقى اشعه اكس دي لما جت على جزيئات الدي ان ايه او الجزيئات المكونه للدي ان ايه حصل لها حيود، فلم يظهر اثر اشعه اكس على اللوح الحساس اللي بنستقبل عليه الصوره في المناطق اللي كان فيها جزيئات الدي ان ايه، فظهر في شكل نقطي. الشكل النقطي اللي عندي ده وضح لنا ان جزيء الدي ان ايه عباره عن لولب مزدوج. يعني جينا نشوف الشكل النقطي ده اكتشفنا منه ان جزيء الدي ان ايه عباره عن لولب مزدوج، وان القواعد النيتروجينيه ادينين جوانين سيتوسين سيمين ان هذه القواعد متعامده على طول الشريط، زي ما اتعلمناها قبل كده ان الشريط اللي هو يمثل بالنسبه لنا هيكل السكر فوسفات على الجانبين كانهم قائمي السلم، وان عندي القواعد دي تمثل درجات ايه السلم. القواعد تتعامد على طول الشريط متعامده على هيكل السكر فوسفات اللي عندنا. وكمان اكتشفنا بتحليل الصور اللي حصلنا عليها من اشعه اكس ان هيكل سكر الفوسفات بيكون للخارج بينما القواعد النيتروجينيه بتكون للداخل وتمثل درجات السلم في الدي ان ايه. ده اذا تخيلنا ان الدي ان عندنا بيمثل شكل سلم له قائمان وله قواعد تمثل درجات هذا السلم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي اسباب تلف الدي ان ايه؟ قد تتلف اجزاء من الدي ان ايه، ايه الاسباب؟ كلنا معرضين الى تعرض لبعض الاشعاع او للحراره العاليه وبرضو لبعض المركبات الكيميائيه. الحراره او المركبات الكيميائيه او الاشعاع بتؤدي الى كسر الروابط التساهميه اللي موجوده واللي بتربط السكريات ببعضها. في الحاله دي هيتلف اجزاء من الدي ان ايه، بعض النيوكليتيدات ستتلف. ودي طبعا اللي احنا اتعلمنا انه يمكن اصلاح هذا التلف طالما عندنا شرطين. ليه؟ لان لو تلفت نيوكليتيدة من احد الاشرطه المقابله ليها تعمل على تكملتها، ودي هنشوف لها اسئله كتير في سواء الاسئله اللي موجوده عندنا في تلف الدي ان ايه اسئله من المقصود بيه او اسئله علل. ويمكن احنا منوعين الاسئله النهارده ويمكن جايبين اكتر من صيغه للسؤال عشان برضو نبقى متوقعين السؤال ممكن يجي لي بصيغه علل، ممكن يجي لي المقصود بيه، ممكن يجي لي باي صيغه كانت اقدر اجاوب عليه وبمنتهى السهوله طالما انا عارف المعلومه اللي عندي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تكلم عن الدي ان ايه في اوليات النواه. اوليات النواه عندنا زي البكتيريا. اوليات النواه سميت باسم اوليات النواه لان النواه لا يحيط بها غشاء بلازمي. لا يحيط بها غشاء نووي.
يعني النواة غير واضحة، المادة الوراثية سابحة على هيئة كتل في السيتوبلازم. الدي ان ايه في اوليات النواة لما نيجي نتكلم عنه يبقى لازم نتكلم عن النواة الاول. النواة عندنا لا يحيط بها غشاء نووي، يعني مفيش نواة عشان يبقى جواها الكروموسومات اللي فيها الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه عندنا موجود في السيتوبلازم نفسه. عشان كده وجدنا ان الدي ان ايه اللي موجود بيوجد برضو على شكل لولب مزدوج، ولكن نهايتا تلتحمان سويا. نهايتا تلتحمان ايه؟ سويا. ويتصل بالغشاء البلازمي عند نقطة معينة يبدأ عندها نسخ دي ان ايه. يبقى لو اتكلمنا عن دي ان ايه في اوليات النواة، دي ان ايه لولب مزدوج نهايتا تلتحمان سويا فيتخذ شكل دائري ويرتبط على الغشاء البلازمي في نقاط معينة يبدأ عندها نسخ الدي ان ايه في اوليات النواة. ده لو احنا بنتكلم عن الدي ان ايه في اوليات ايه النواة. السؤال اللي بعده، الدي ان ايه في حقيقيات النواة؟ طب اذا كان الدي ان ايه في اوليات النواة سابح في السيتوبلازم، في حقيقيات النواة هنجد ان الدي ان ايه يوجد في الكروموسومات التي توجد داخل النواة والتي يحيط بها غشاء نووي. يبقى انا اوليات النواة ما فيهاش نواة واضحة، ما فيش غشاء بلازمي، لكن حقيقيات النواة في نواة واضحة يحيط بها غشاء نووي بداخلها المادة الوراثية على هيئة كروموسومات او كروماتين او شبكة كروماتينية، زي ما تقول الشبكة الكروماتينية او الكروماتين ده اللي بيبتدي عندنا يتضح في صورة كروموسومات. هذه الكروموسومات تتواجد فيها اشرطة الدي ان ايه. وجدنا عندنا ان الدي ان ايه برضو موجود على شكل لولب مزدوج ولكن لا تلتحم نهايتاه زي في اوليات الايه النواة، ويمتد من احد طرفي الصبغي اي الكروموسوم الى الطرف الاخر. يبقى انا في حقيقيات النواة بياخد شكل حلقي نتيجة ارتباط طرفي الدي ان ايه او هذا اللولب المزدوج، لكن وجدنا عندنا في حقيقيات النواة الدي ان ايه يبدأ من طرف الكروموسوم او الصبغي وينتهي عند الطرف الاخر ولا يتصل بالغشاء الايه البلازمي، ومفيش نقطة في يبدأ عندها النسخ. في اوليات النواة كان النسخ يبدأ عند النقطة التي يلتحم فيها الدي ان ايه مع الغشاء البلازمي، اما في حقيقيات النواة يبدأ النسخ من اي نقطة على الدي ان ايه نفسه، لان ممكن يكون بينسخ جين، بس بينسخ جين لتكوين بروتين معين، او ممكن يكون بينسخ الدي ان ايه كله. يبقى هنا لا يوجد مكان محدد لنسخ الدي ان ايه في حقيقيات النواة، فقد يتم النسخ من اي منطقة، اما في اوليات الايه النواة يبدأ النسخ من النقطة التي يلتحم فيها الدي ان ايه بالغشاء البلازم. بيسألني عن الهيستونات. الهيستونات هي عبارة عن بروتينات، وهي من الانواع التركيبية. والهيستونات هي عبارة عن بروتينات نووية، اي مرتبطة بالاحماض النووية زي الدي ان ايه. الهيستونات دورها ان بيلتف حولها اشرطة الدي ان ايه اللي عندنا، تلتف حولها اشرطة الدي ان ايه. واللف ده قلنا زي البكرة، عندك خط طويل جدا والدي ان ايه برضو طوله طويل، والخلية حجمها صغير، فعايزين نلم الدي ان ايه ده في مساحة صغيرة، فوجدت الهيستونات كنوع من البروتينات تلتف حولها اشرطة الدي ان ايه، مما يؤدي الى تكثيف او تقصير طول الدي ان ايه، فيشغل مساحة صغيرة داخل النواة. ده بالنسبة للهيستونات كنوع من انواع البروتينات.
طبعا المفروض حضراتكم لما اجي اتكلم بقى عن النيوكليوسومات هي نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا الهيستونات دي عباره عن بروتينات، بروتينات تلتف حولها اشرطه الدي ان ايه. كل مجموعه او كل عندنا جزيء من الدي ان ايه يلتف حوالين بروتين، الجزء اللي ملتف الدي ان ايه حول البروتين فيه او حول الهيستونات ده بنسميه نيوكليوسوما. يبقى النيوكليوسومات دي عباره عن حلقات تتكون من التفاف جزيء الدي ان ايه حول الهيستونات كانواع من البروتينات لتقصير طوله في هذه الحاله الى العشر، واحنا عارفين ان هذا غير كافي. طيب تقصير طول الدي ان ايه الى العشر لا يكفي الى تقصير حجمه بحيث يشغل جزء من نواه الخليه. السؤال اللي بعد كده بيكلمنا عن البلازميدات. تم اكتشاف البلازميدات في اوليات النواه. وجدت حلقات من الدي ان ايه في اوليات النواه يتم نسخها وتضاعفها اثناء تضاعف الدي ان ايه الاساسي لهذه البكتيريا. فابتدوا العلماء يستغلوا البلازميدات دي بانشاء بلازميدات صناعيه تحتوي على قواعد نيتروجينيه وادخالها الى البكتيريا بحيث تعمل هذه البكتيريا على زياده وتقاصر هذه البلازميدات الصناعيه. يبقى انا عملت بلازميدات صناعيه ادخلتها للبكتيريا، البكتيريا قدرت انها تعمل لي عمليه نسخ للبلازميدات دي، فحصلت على البلازميدات الصناعيه في صوره اعداد كبيره ممكن احنا نستغلها في الهندسه الوراثيه. ده بالنسبه للبلازميدات. طيب لو استكملنا مع بعض الاسئله، ما المقصود؟ عندنا سؤال بيقول لي ما المقصود بالمحتوى الجيني؟ المحتوى الجيني معناه كل الدي ان ايه اللي موجود في نواة او في النواة في خلية احد الكائنات الحية، اللي هو بيعبر عن مجمل الجينات والصفات لهذا الفرد. يبقى المقصود هنا بالمحتوى الجيني كل الجينات الموجودة بالخلية، وبالتالي كل الدي ان ايه الموجود فيها، لان الجينات ما هي الا اجزاء من الدي ان ايه. الجينات هي التي تحمل الصفات الوراثية في صورة شفرات يتم نسخها لانتاج البروتين الذي يظهر الصفة. وجدنا كمان ان هذه الجينات تحمل التعليمات الخاصة ببناء البروتين واظهار الصفات. طيب وكذلك تكوين انواع الار ان ايه الريبوسومي والناقل والرسول اللي هما الام والتي والار. الام ده اللي هو الماسنجر، تي ترانسبورت او الناقل، الار اللي هو الريبوسومي. في اولات النواة وجدنا ان معظم هذا المحتوى الجيني يمثل شفرات لانتاج صفات معينه، ولكن زي ما هنشوف الدي ان ايه المتكرر بعد شويه ان في حقيقيات النواه اقل من 70% فقط من هذا المحتوى الجيني يمثل شفره. امال ال 30% الباقيين دول ايه؟ تكرار لشفرات ليس لها معنى ولا تمثل صفات لهذا الكائن، وهنشوف الكلام ده بالامثله. هنشوفه في السؤال اللي بعده اللي بيكلمني عن او بيقول لي ما المقصود بالدي ان ايه المتكرر. الدي ان ايه المتكرر عباره عن تكرار لتتابعات معينه من النيوكليتيدات على الدي ان ايه. يمكن عندنا مثلا حشره زي الدروسوفلا لقينا
ان الاي جي اي اي جي هذا التكرار من النيوكليتيدات من القواعد النيتروجينيه اللي موجوده عندنا متكرر في حشره الدروسيفلا 100,000 مره داخل الدي ان اي بتاعها 100,000 مره ولا يمثل شفرة. يعني نقدر نقول ان تكرار الشفرات وتكرار التتابعات على الدي ان ايه يمثل في الحالة دي ان هذه التكرارات او هذه التتابعات ليس لها معنى؟ قال لك لا مش شرط، لان بعض هذه التكرارات يمثل شفرة هامة جدا، والتكرار لهذه التتابعات ضرورة ملحة لإنتاج بروتينات معينة بكميات كبيرة. ما انت عندك الدي ان ايه بيتاخد منه الشفرات عبارة عن تتابع من النيوكليتيدات او من القواعد يمثل شفرة لإنتاج بروتين معين تحتاجه الخلية. ممكن يكون التتابع ده او الشفرة دي متكررة كتير جدا. ليه؟ لان اكيد الخلية في بعض الحالات محتاجة لهذا التكرار لانتاج البروتين ده بكمية كبيرة. ده زي ايه؟ زي مثلا الشفرة اللي بتمثل الار ان ايه الريبوسوم. طب ليه الشفرة بتاعت الار ان ايه الريبوسومي دي بتتكرر على الدي ان ايه كتير؟ قال لك لان الخلية بتحتاج لريبوسومات كتير جدا، فلازم يكون الشفرة بتاعتها موجودة بكمية كبيرة جدا متكررة اكتر من مرة، مئات المرات، بحيث ينتج ريبوسومات بكميات كبيرة وكذلك ينتج هيستونات بكميات كبيرة، لان الخلية عايزاها بكمية كبيرة. يبقى التكرار قد يكون مفيد وقد يكون ليس له فائدة. يقول لك تكرار او الدي ان ايه المتكرر قد يكون له فائدة عظيمة في بعض الكائنات الحية وقد لا يمثل فائدة لبعض الكائنات الاخرى. ده برضو صيغة للسؤال بطريقة تانية. نيجي نقول له حيث ان تكرار تتابعات معينة من النيوكليتيدات على الدي ان ايه قد تمثل هذه الشفرات المتكررة ضرورة ملحة لإنتاج أنواع من البروتينات بكميات كبيرة مثل جينات بناء الار ان ايه الريبوسومي وجينات بناء الهستونات، لأن الخلية تحتاج إلى هذان البروتينات أو البروتينات دي بكميات إيه؟ كبيرة. بعضها بعض الشفرات المتكررة لا تمثل أهمية زي ما شفنا في الدروسوفلا كده وقلنا 100,000 مرة وملهاش لازمة. وكمان في مثال عندنا إن حيوان السليمندر وده نوع من أنواع البرمائيات، يعني يوجد في نفس الفصيلة بتاعة الضفدعة، كائن بسيط قوي، كمية البروتين اللي جوه جسمه اقل من الانسان بكتير، الصفات اللي فيه اقل من الصفات اللي في الانسان بكتير. فيقولك يبقى اكيد بقى الدي ان ايه اللي جواه والشفرات قليلة، ده احنا وجدنا ان كمية الدي ان ايه اللي موجودة في حيوان السليمندر اكتر من اللي موجودة في الانسان 30 مرة. طب ازاي ده الدي ان ايه ده يعمل شفرات؟ الشفرات دي مسؤولة عن انتاج بروتينات تظهر صفات، والحيوان ده اقل رقيا وتطور من الانسان، فبالتالي المفروض ان الانسان يكون فيه شفرات اكتر تنتج بروتينات اكتر تظهر صفات اكتر موجودة في جسمنا. فمعنى ان هذا الحيوان يحمل دي ان ايه اكتر من الانسان 30 مرة، ضعف الانسان 30 مرة، يبقى اكيد الشفرات اللي عنده او اكيد التتابعات بتاعة النيوكليتيدات واكيد الدي ان ايه اللي موجود فيه مش كله بيحمل شفرات لانتاج صفات معينة، يعني لا يمثل شفرة.
معظم الدي ان ايه اللي عنده لا يمثل شفرة. التكرار قد يكون مفيد لإنتاج بعض المواد الضرورية مثل الريبوسومات ومثل الهستونات، وقد يكون ضارا أو قد يكون ليس له فائدة، آسف نقول لوجود بعض التكرارات التي لا تمثل معنى في حشرة الدروسوفلا، أو نقول له أن حيوان السلمندر يوجد به دي إن إيه يعادل ما يوجد في الإنسان 30 مرة، بالرغم من أن صفاته وكمية البروتين في جسمه أقل من الإنسان. إذن كمية كبيرة من هذا الدي إن إيه في هذا الحيوان لا تمثل شفرات لإنتاج بروتينات. طيب الأساس، لو احنا جينا نتكلم عن الطفرة، ما المقصود بالطفرة؟ معروف من واحنا في اعدادي بيكلمونا عن الطفرة انها عبارة عن تغير مفاجئ في طبيعة العوامل الوراثية او في الجين. هذا التغير المفاجئ في طبيعة الجين بتؤدي الى تغير في الصفات، لان الجين هو المسؤول عن ظهور الصفات، فإذا تغير التركيب الكيميائي للجين أدى ذلك إلى تغير الصفات في الكائن الحي. معظم الطفرات عندنا بتسبب صفات غير مرغوب فيها، غالبية الطفرات غير مرغوب فيها، ولا تعتبر الطفرة حقيقية إلا إذا توارثت على مدى الأجيال. يعني ما تجيش تقول لي إن في طفرة في فرد من الافراد لم يورثها لابنائه فهي ليست طفره، هو تغير نتيجه ظروف البيئه. الطفره الحقيقيه هي التي تورث، اما التغير في بعض الصفات للافراد نتيجه تغير ظروف البيئه المحيطه به ده لا يمثل طفره، الا اذا ورث هذا التغير. معنى انه ورث اي أن هذه الطفرة تم وجودها أو إدخالها إلى داخل الجين نفسه، فانتقلت من مع الجينات من جيل إلى جيل إيه؟ آخر. ويمكن من الصفات أو من الطفرات المرغوب فيها واللي اعتبرها بعض المزارعين مرغوب فيها، اللي هي السؤال اللي بعد كده عن سلالة أنكن من الأغنام أو من الخراف. احنا عرفنا كويس جدا هذه السلالة انها نجحت واعتبروها المزارعين ناجحة لانها في هذه الحالة بتفيدهم. يعني ايه بتفيدهم؟ احنا عارفين ان الخراف دي بتتوضع في الحظيرة فكانت تستطيع القفز من فوق اسوار هذه الحظيرة، فتذهب إلى المزارع وتلتهم المأكولات، تلتهم المزروعات. لكن طفرة بتاعة سلالة أنكن اعتبروها مرغوب فيها لأن هذه السلالة من خراف ذات أرجل قصيرة ومقوسة. خيل أنت خروف رجليه قصيرة ومقوسة، فلن يستطيع القفز بسهولة، فبالتالي لن يذهب إلى إيه؟ إلى المزارع لالتهام المزروعات. يبقى في هذه الحالة اعتبروها طفرة إيجابية بالنسبة لهم، لأن هم كانوا فعلا محتاجين إن الخراف دي ما تخرجش من الحظيرة، فظهرت هذه السلالة اللي خلتهم فعلا أو خلت الخراف ما يدريتش إنها تقفز، ما يدريتش إنها تدمر المحاصيل بتاعتهم، فكانت الاستفادة بالنسبة لهم كبيرة فاعتبروها طفرة مفيدة. طيب السؤال اللي بعد كده في الطفرات برضو بيكلمني عن الطفرة الجينية. كلمة طفرة جينية عندنا الجين ما هو إلا عبارة عن تتابع من النيوكليوتيدات على الدي ان ايه يمثل صفة معينة. الجين تتابع من القواعد النيتروجينية في جزيء الدي ان ايه، فما يقول لك طفرة جينية اذا هي تغير في هذا الترتيب، ترتيب القواعد في جزء الدي ان ايه. وطبعا اذا تغير ترتيب القواعد احنا عارفين كل ترتيب معين عندنا بيمثل حمض اميني لتركيب بروتين يظهر صفة،
فإذا تغير الترتيب تغيرت الأحماض الأمينية، تغير البروتين، تغيرت الصفة، يبقى هذا سيؤدي إلى تغير في الصفات، فتتحول الصفة في بعض الأحيان من صفة سائدة إلى صفة متنحية. أما عن الطفرة الصبغية، الطفرات الصبغية يا جماعة قد تكون في العدد، تغير في عدد أو تركيب الكروموسومات أو الصبغيات، ودي احنا درسناها مع بعض قبل كده في الوراثة الجنسية لما جينا نتكلم عن زيادة عدد الكروموسومات في كلاين فلتر أو نقص عدد الكروموسومات زي في حالة أو أنثى ترنر، وممكن كمان زيادة عدد الكروموسومات الجسدية زي حالة البله المغولي سواء إناث أو ذكور. يبقى أنا الطفرة الصبغية كتعريف بس هي تغير في عدد أو تركيب الصبغيات. ممكن ندي الأمثلة، ممكن نقول من أمثلة هذه الطفرات الصبغية أنثى داون، حالة كلام فلتر أو ذكر كلام فلتر أو أنثى ترنر، وداون طبعا قد تكون ذكر أو أنثى. الطفرة المشيجية، ما هو المشيج؟ المشيج اللي موجود عندنا هو عبارة عن خلايا تحتوي على نصف عدد الكروموسومات تنتج من المناسل المذكرة أو المناسل المؤنثة، وتجتمع هذه الأمشاج كمشيج مذكر ومشيج مؤنث في حالات التكاثر الجنسي لإنتاج فرد جديد. إذن هنا الطفرة المشيجية هي طفرة تحدث في الخلايا التناسلية، سواء بقى زيادة في عدد الكروموسومات ففي الحالة دي بنقول طفرة مشيجية صبغية، أو في تغير في الترتيب بتاع التتابعات اللي موجودة عندنا للقواعد النيتروجينية في الحالة دي بنقول طفرة مشيجية جينية. وزي ما قلت طالما اتكلمنا عن أمشاج يبقى بنتكلم عن التكاثر الجنسي. أما الطفرة الجسدية تحدث في الخلايا الجسدية، طيب وممكن تكون برضو جينية أو صبغية، يعني تحدث في تغير في الترتيب بتاع التتابعات بتاعة القواعد النيتروجينية أو في عدد الصبغيات، ولكن الطفرة الجسدية تشيع لأنها ستورث فهي طفرة في الخلايا الجسدية. طب إزاي حضرتك التكاثر الجنسي الذي ينتج عن مشيج مذكر ومشيج مؤنث تورث فيه طفرة جسدية؟ هو أصلا معتمد على المشيج المذكر والمشيج المؤنث، فإذا حدثت طفرة جسدية معنى هذا الكلام أنها ستكون في الكائنات التي أو ستنتقل في الكائنات التي تتكاثر بالتكاثر اللاجنسي، تقطع، زراعة أنسجة، تبرعم، انشطار ثنائي، لأن الخلية الجسدية هي التي هي تمثل الفرد الأبوي الذي ينتج عنها فرد يحمل نفس الصفات لأنه يحمل نفس التركيب الجيني، يحمل المادة الوراثية من الأب كاملة، ليس هناك تنوع. فالطفرة الجسدية تورث في حالة التكاثر اللاجنسي، أما الطفرة المشيجية مشاج مشيج مذكر ومشيج مؤنث يبقى في التكاثر الايه الجنسي. الطفرة التلقائية والطفرة المستحدثة، هو احنا هنا على فكرة ممكن نقول دي عبارة عن مقارنات، يعني انت ممكن تاخد الاسئلة دي كصيغة ما المقصود، لو كل واحدة فيهم لوحدها ممكن تاخدها كصيغة مقارنات، ممكن حضرتك برضو تعيد صياغة هذا السؤال في صورة مصطلح، مصطلح علمي هو يجيب لك الاجابة وحضرتك بتقول المصطلح بتاعه، يعني عرف لك الطفرة التلقائية ويقول لك ما يذكر المصطلح وانت تقوله طفرة تلقائية، اذا هو شكل السؤال اللي بيتغيرك المعلومة واحدة، طالما انا عارف المعلومة اقدر اجاوب السؤال باكتر من صيغة. الطفرة التلقائية
هي عبارة عن طفرة تحدث دون تدخل الإنسان، وتحدث بسبب تغيرات بيئية زي الأشعة الكونية، ودي بتلعب دور هام في تطور الأحياء، وهي بطيئة يعني بتستغرق فترة زمنية ايه طويلة. التطور يحدث للكائنات الحية عبر فترات طويلة من الزمن، تغيرات بسيطة دون تدخل الإنسان تحدث لبعض الكائنات تؤدي إلى ظهور صفات جديدة. ويبقى كده اتكلمنا عن الطفرة التلقائية دون تدخل الإنسان. أما الطفرة المستحدثة، كلمة مستحدثة أي يستحدثها الإنسان، أي الإنسان هو المسؤول عن هذه الطفرة، هو اللي بيكون عامل أساسي في إنتاج هذه الطفرة. ليه الإنسان طب بيعمل هذه الطفرات؟ قال لك عشان يجني بها بعض الصفات المرغوبة. ومثلا مادة زي الكولشيسين، مادة الكولشيسين أو غاز الخردل أو حمض النيتروز، لما جم حطوها على قمم النامية للنباتات توقف نمو القمة، فحدث تضاعف صبغي للخلايا الموجودة أسفلها، فكونت ثمار كبيرة الحجم، وكمان قدروا ان هم يستخدموا المواد دي في ان هم يستحدثوا سلالة من البنسلين بها تضاعف صبغي، فتنتج عدد اكبر او كمية اكبر من البنسلين. يبقى انا فطر البنسليوم عرضته لهذه المواد، ابتدت يحصل عنده تضاعف صبغي فينتج كمية اكبر من البنسلين، كأحد العقارات والمضادات الحيوية المشهورة والهامة جدا للإنسان. فيستحدث الإنسان هذه الطفرات ليجني ثمارها في صورة صفات مرغوبة. لو جينا نقول ما المقصود، قارن التضاعف الصبغي التضاعف الثلاثي. التضاعف الصبغي هو يحدث، يعني معروف عندنا ان الخلية مثلا فيها عدد ثابت من الكروموسومات في كل نوع، وان اثناء عملية الانقسام تنفصل الكروماتيدات الشقيقة تكمل بعضها، وبعد ذلك ينتج عندنا ايه فردين او خليتين جداد من الخلية الام. طيب التضاعف الصبغي قد يحدث نتيجة ايه؟ عدم انفصال الكروماتيدات وعدم تكوين غشاء فاصل بين خليتين بنويتين، يعني خليتين بينتجوا عن الانقسام الميتوزي. ده اثناء الانقسام بيحدث عندنا التضاعف الصبغي، وده بيشع في النباتات وينضر في الحيوان. هو المفروض في الانقسام، لو احنا عايزين نفهمها صح بقى، الانقسام الميتوزي عندنا بيشمل مرحلتين. المرحلة الاولى انقسام النواة ثم انقسام الخلية. هو هنا بيقول لك ان قد يحدث اثناء انقسام النواة عملية تضاعف للدي ان ايه، ولا ينفصل الاجزاء المتضاعفة دي عن بعضها فتظل معا، فتصبح النواة هنا بدل ما فيها اتنين نون يبقى فيها اربعة. او يحدث انفصال وتنقسم النواة الى نواتين، والمفروض الخطوة التانية يحصل انقسام سيتوبلازمي ويتكون غشاء فاصل بين الخليتين. قال لك ممكن ما يتكونش الجدار الفاصل ده، فتظل النواتين داخل الخلية، كل واحدة منهم بتدي امر بإنتاج بروتينات معينة. هذا يشيع في حالة النبات ويقل أو ينظر في حالة مين؟ الحيوان. أما التضاعف الثلاثي هو نوع من التضاعف الصبغي، ده بيؤدي إلى الموت للإنسان وإجهاض الأجنة، يعني
يقول لك ماذا يحدث اذا حدث تضاعف صبغي ثلاثي او تضاعف ثلاثي بالنسبه للانسان تقول له يؤدي الى الموت. يقول لك مثلا ماذا يحدث اذا حدث تضاعف ثلاثي في احد الاجنه، تقول له يؤدي الى الاجهاض. يعني يبقى الخلايا فيها 3 نون بدل 2 ايه نون. عشان كده احنا بنقول التضاعف قد يوجد في النبات وهو ينظر جدا في الحيوان ويؤدي الى موت الانسان ويؤدي الى اجهاض الاجنه. اذا كان هناك جنين به تضاعف صبغي فانه يجهض ويموت. البروتينات التركيبيه والتنظيميه. والله احنا نبص مع بعض الكلمه تركيبيه اي تركب، يعني تركب حاجات معينه في 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 خليه الكائن الحي، في جسم الكائن الحي، زي الشعر مثلا، كرياتين اللي موجود في الشعر. لكن كلمة تنظيمية تنظم عملية معينة زي الهرمون زي الإنزيم. فالهرمونات مسؤولة عن عملية التنسيق الهرموني داخل الجسم لجعل البيئة أو لجعل الكائن الحي يستطيع أن يتكيف مع البيئة الخارجية والداخلية. لو بتكلم عن تنظيم، تنظيم عمليات حيوية، يبقى البروتين المسؤول عن تنظيم هذه العمليات الحيوية سيسمى بروتين تنظيم. أما البروتين المسؤول عن التركيب ده مسؤول عن تراكيب محددة في الكائن الحي، زي الأكتين والمايوسين في العضلات، زي ما قلنا الكولاجين مثلا في الأنسجة الضامة في أدمة الجلد في الطبقة الخارجية للجلد. عندنا كمان الكرياتين اللي موجود في الجلد والشعر، حوافر الحيوانات، القرون لبعض الحيوانات المسؤول عن تكوينها، الدي ان ايه، انتاج بروتين، بروتين يسمى بروتين تركيبي لانه يؤدي الى وجود او تركيب محدد، وجود تركيب محدد في جسم الكائن الحي. اما التنظيمي قلنا زي الانزيمات والايه والهرمونات. طيب وضح دور الانزيمات التاليه. تعالوا نشوف مع بعض الانزيمات اللي احنا اخذناها في هذا الجزء بتتكلم عن ايه. اولا مثلا انزيم داي اوكسي ريبو نيوكليز. انزيم داي اوكسي ريبو نيوكليز اللي موجود عندنا ده انزيم قادر على تحليل الدي ان ايه كاملا، ولكنه لا يؤثر على الار ان ايه ولا على البروتين. ولو نفتكر مع بعض استخدم هذا دي ان ايه ريبونيوكليز، هذا الانزيم استخدم في التجربه الحاسمه للتحول البكتيري. عندما تم اضافه هذا الانزيم فقام بتحليل الدي ان ايه ولم يحلل الار ان ايه اذا وجد او البروتين، فلم يحدث تحول بكتيري. وعندما لم يحدث تحول بكتيري قلنا يبقى اكيد الدي ان ايه اللي اتحلل ده هو اللي كان مسؤول عن عمليه التحول البكتيري. لما اضفنا هذا الانزيم ادى الى تحليل الدي ان ايه فلم يحدث التحول البكتيري. اذا لو كان وجد الدي ان ايه كان ادى الى التحول البكتيري زي في التجارب اللي قبلها. طيب انزيم اللولب دي ان ايه عباره عن شريط مزدوج. هذا الشريط المزدوج اللي موجود عندنا مكون من هيكلين من السكر الفوسفات قائمي السلم والقواعد النيتروجينية بما يوجد وسطه من روابط تمثل درجات السلم. طيب المفروض أثناء عملية تضاعف الدي ان ايه اللي هيحصل؟ هيعمل انزيم اللولب اول حاجة على فصل شريطي الدي ان ايه عن بعضهما عند التضاعف، يبقى يعمل عمليه فصل ليهم بان يكسر الروابط الهيدروجينيه الضعيفه. يكسر الروابط الهيدروجينيه الضعيفه بين القواعد النيتروجينيه لجزيء الدي ان ايه. طيب يبقى انزيم اللولب هو اللي بيفك الدي ان ايه الى شريطين،
امال انزيم البلمره بقى ده ايه وانزيم الربط ده ايه؟ المفروض بعد ما يتفك عندنا الشريطين بيجي انزيم اسمه انزيم البلمره. الانزيم ده هو اللي بيؤدي الى بلمره، يعني ربط، او عشان برضو ما نخلطش ما بين كلمه بلمره او ربط، بلمره يعني تحويل المونيميرات الى بوليميرات، يعني تجميع النيوكليتيدات مع بعضها بحيث تكون اشرطه مقابله لاحد اشرطه القالب اللي عندنا، اللي هو الشريط القالب 3-5، لان انزيم اللولب لا يعمل، او انزيم البلمره لا يعمل الا في الاتجاه 5-3. ما معروف عندي ان الشريطين واحد منهم 3-5 واللي قصاده الناحيه الثانيه معكوس 5-3. نيجي على الشريط القالب اللي هو يبدا ب3 ويشتغل انزيم البلمره. ليه؟ لان انزيم البلمره قادر على تكوين شريط مكمل في الاتجاه من 5-3، ويبنى الشريط المعاكس على هيئه قطع صغيره. ده دور بقى انزيم الربط، يربط القطع التي تكونها انزيمات البلمره. فانزيم البلمره لا يعمل في الاتجاه 3-5، فيقوم بتكوين قطع صغيره للشريط 5-3 ده، ويقوم انزيم الربط بربط هذه القطع سويا حتى يتكون شريط كامل. يبقى البلمره بيشتغل في الاتجاه 5-3 ولا يعمل في الاتجاه 3-5. فالشريط عندي اللي هيبتدي يتكون كشريط مكمل من اول اتجاهه 5-3 بيتكون كاملا مره واحده. اما الشريط الثاني اذا كان القالب 5-3 عشان نكون شريط من 3-5 البلمره ما يقدرش يشتغل في الاتجاه دوت، فيكون قطع من 5-3، قطع قطع قطع، وبعدين انزيم الربط يعمل على ربطها. طيب علل شريطة دي ان ايه احدهما في وضع معاكس للاخر. ما انا لسه قايل اذا كان شريط منهم يبدأ ب3 وينتهي ب5، التاني لازم يبتدي بكام؟ ب5. يبتدي ب5 وينتهي بكام؟ ب3. يعني الاثنين معاكسين لبعض. لماذا؟ قال لك لكي تتكون الروابط الهيدروجينيه بشكل سليم بين زوجي القواعد النيتروجينيه. يا سيدي احنا قلنا قبل كده تخيل شريطين جنب بعض الاثنين في نفس الاتجاه، هتلاقي القواعد النيتروجينيه في الشريط ده قصادها هيكل سكر في الثدي وبعدين قواعد الناحيه الثانيه. فلا بد ان احنا نقلب الشريط عشان الاثنين يتقابلوا مع بعض كقواعد نيتروجينيه وتكون بينهم الروابط الهيدروجينيه. هات شريطين وحط القواعد النيتروجينيه جهه اليمين وحط الاثنين جنب بعض كده، هل يمكن ان تتكون روابط هيدروجينيه؟ لا. فنبتدي نعكس احد الاشرطه عشان القواعد النيتروجينيه تقابل بعضها فتتكون بينها روابط هيدروجينيه. برضو من اسئله علل عندنا بيقول لي تلعب انزيمات الربط دور هام في الثبات الوراثي للكائنات الحيه. انزيمات الربط مش لسه احنا متكلمين عنها؟ قال لك لا استنى، احنا هنا كده بنتكلم في نقطه تانية وهي اصلاح عيوب الدي ان ايه او اصلاح التلف في الدي ان ايه. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الحراره، ان الاشعاع، المواد الكيميائيه قد تؤدي الى تلف في الدي ان ايه، فقد بعض القواعد نتيجه كسر الروابط اللي موجوده فين بين جزيئات السكر. في الحاله دي اصلاح العيوب بيعتمد على انزيمات الربط. ليه؟ انزيمات الربط عندنا 20 انزيم. ال 20 انزيم دول بيبتدوا يتحركوا على طول الدي ان ايه ليتعرفوا على المناطق التالفه. فيقوم
انزيم البلمرة بتكوين قواعد جديدة بدل القواعد اللي تلفت، ويسلمها الانزيم الربط اللي بيعمل على ربطها على شريط الدي ان ايه في المكان التالف. طب هعرف منين ان اللي تلف عندي قاعدة فيها ادينين او سيتوسين او جوانين؟ لان الشريط مزدوج، اذا تلفت قاعدة يوجد على الشريط المقابل قالب، قالب يحدد نوع الايه؟ القاعدة اللي موجودة قصادها اللي تلفت كانت ايه؟ لان احنا عارفين ان الادينين لازم يبقى قصاده السايمين، وان السيتوسين لازم يبقى قصاده جوانين. طيب عشان كده بنقول ان عملية اصلاح التلف تعتمد على وجود نسختين من المعلومات الوراثية. طيب عشان لو تلف قاعدة في احد اشرطة الدي ان ايه يقوم القاعدة المقابلة لها بمعرفة او بتعريف انزيم البلمرة على نوع القاعدة اللي فقدت، لانه احنا عارفين القواعد مين مع مين زي ما قلنا من شوية. طيب علي، المحتوى الجيني للسليمندر يعادل 30 مرة المحتوى الجيني للإنسان، ومع ذلك فهو يعبر عن عدد أقل من البروتينات. كلمنا عنها، لأن كمية صغيرة فقط من الدي ان ايه في كل من النبات والحيوان هي التي تحمل شفرات لبناء البروتين. مش كل التتابعات اللي موجودة في الدي ان ايه، ومش كل الدي ان ايه اللي موجود عندنا في النبات والحيوان مسؤول عن إنتاج ايه؟ بروتينات. وبذلك فإن هذا الحيوان تكون خلايا أو تكون خلايا كمية أقل من البروتين، أي أن كمية الدي ان ايه في المحتوى الجيني ليس لها علاقة بمدى تطور الكائن الحي أو مدى تعقيد هذا الكائن، وإن كمية الدي ان ايه ليست مسؤولة جميعها عن إنتاج بروتينات، فبعضها لا يحمل أي شفرات، هي قواعد نيتروجينية ليس لها معنى. لأن مش معقول حيوان أقل رقيا من الإنسان، كمية بروتين أقل من الإنسان، صفات أقل من الإنسان، ويحمل محتوى جيني أكتر من الإنسان، يبقى أكيد المحتوى اللي عنده ده معظمه لا يمثل أي شفرة. برضو في أسئلة علي عندي بيقول لي قدرة بعض البكتيريا على تحليل الدي ان ايه الفيروسي. قال لك لأنها تحتوي على بعض الإنزيمات التي تعمل على قطع أو قصر أو تكسير هذا الدي ان ايه، ودي اللي بتستغل في عمليات القصر والدي ان ايه معادل اندماج. طيب فلما بتبتدي تقطع الدي ان ايه لقطع صغيرة يصبح ليس لها معنى، الصفات غير مكتملة، جينات بس كده موجودة متقطع الدي ان ايه حتت، في الحالة دي لا يمثل خطورة لهذه البكتيريا. وجود شفرة انزيم النسخ العكسي في الفيروسات التي محتواها الجيني ار ان ايه، ليه موجود عندي انزيم النسخ العكسي؟ هو انزيم النسخ العكسي ده يا جماعة بيعمل عملية نسخ لشريط تاني معاكس للشريط الاولاني، يعني اذا كان عندك شريط من 3 لـ5 هو بينسخ واحد تاني من 5 لـ3، في الحالة دي بيحول الار ان ايه بتاع الفيروس الى دي ان ايه حتى يدمجه مع خلية العائل فيسيطر عليها فتنتج كمية من الدي ان ايه خاصة به هو. طيب برضو من الاسئلة اللي عندنا، تعتبر الشفرة الوراثية دليلا على حدوث التطور؟ الشفرة الوراثية دليل على حدوث التطور؟ معنى ذلك ان معظم الكائنات الحية اتت من اصل واحد ثم بدأت تتطور فنشأت انواع مختلفة. التطور قال كده، قال ان الانواع كان عددها قليل وبعدين حدث تطور فبدأت تنشأ انواع جديدة
هل الدي ان ايه او الشفره الوراثيه دليل على الكلام ده؟ قال لك ايوه. ليه؟ لان الشفره الوراثيه دي عالميه او عامه، ظاهره عالميه عامه، بمعنى ان نفس الكودونات ونفس الشفرات تمثل نفس الاحماض الامينيه في كل الكائنات الحيه، من الفيروسات للبكتيريا للنبات للحيوان للفطريات للطحالب، نفس الكودون نفس الشفره اللي موجوده على الدي ان ايه هنا هي اللي هنا هي اللي هنا هي اللي هنا، تنتج نفس الحمض الاميني، تنتج نفس البروتين. وهذا دليل على ان جميع الكائنات الحيه قد نشات من اسلاف مشتركه، لان الدي ان ايه في جميع الكائنات الحيه واحد. طيب برضو بيسالنا هنا، بيقول لي سؤال علل الفيروسات سريعه الطفرات. ليه الفيروسات سريعة الطفرات؟ لا استناني بقى وبص كده، احنا اتكلمنا في عيوب الدي ان ايه او في تلف الدي ان ايه، قلنا اذا تلفت قاعدة من القواعد يقوم الشريط المقابل لها كقالب لتعويض التلف. ابص في الشريط المقابل هلاقي سي بحط جي. طب اذا كان عندي الفيروسات الدي ان ايه بتاعها يوجد في صورة ار ان ايه يعني مفرد، اذا تلفت قاعدة اين الشريط المكمل اللي هيخليني انسخ مقابل ليه؟ يبقى انا السبب هنا ان المادة الوراثية في هذه الفيروسات توجد على شريط في صورة شريط مفرد من الار ان ايه، واذا حدث تلف في هذا الشريط لا نستطيع او لا تستطيع انزيمات الربط اصلاحه، لان الاصلاح يعتمد على وجود نسختين من المعلومات الوراثيه، شريطين قصاد بعض، تلف جزء من الشريط ده الشريط التاني يكمل. طيب يعني معنى هذا الكلام ان الفيروسات تحدث بها طفرات يعني عديده، لان بيتغير فيها الصفات، وما نقدرش بعد التلف ده والتغيير ده ان احنا نعمل عملية تعويض او اصلاح للتلف. عشان كده بنجد ان الفيروس كل فترة بيتطور بيتغير، تحدث به طفرات، واحنا لازم نغير المضادات الحيوية كل شوية، لان الفيروسات بتغير من نفسها كل شوية. نقول انفلونزا الخنازير طورت نفسها، انفلونزا الطيور طورت نفسها، هذا النوع من الانفلونزا ناتج عن تطور نوعين تانيين. ما هو اذا كان الفيروس يحتوي على دي ان ايه في صورة شريط مزدوج، في الحالة دي كان هناك ثبات واتزان وراثي، يبقى الدواء ده هيأثر طول العمر، لكن لانه شريط مفرد تحدث به طفرات فيطور من نفسه، فبالتالي نحتاج في هذه الحالة إلى تغيير نوع المضاد كل فترة للفيروسات، لأن الفيروس اللي هيأثر أو الدواء اللي هيأثر على الفيروس ده عندما يتغير ويتطور وتحدث به طفرات لن يؤثر عليه. طيب برضو بيقول لي علل يتم بناء آلاف من الريبوسومات في الساعة في حقيات النواة. آلاف من الريبوسومات، هو الريبوسومات احنا محتاجينها في ايه؟ في انتاج البروتين، يعني عايزين ريبوسومات كتير. طب ازاي الريبوسومات بتنتج بكمية كبيرة؟ مش كل حاجة بيتم انتاجها داخل الخلية نتيجة شفرة معينة موجودة على الدي ان ايه؟ قال لك ايوه. قال لك شفرة انتاج الريبوسومات على الدي ان ايه توجد على الدي ان ايه في صورة 600 نسخة، 600 تتابع من النيوكليتيدات من القواعد. هذه الشفرات 600 المتشابهة تماما هي المسؤولة عن انتاج الريبوسومات. اذا كان الدي ان ايه في 600 نسخة من الشفرة المسؤولة عن انتاج الريبوسومات، فبالتالي هو عمال ينسخ كميات كبيره جدا تؤدي الى انتاج ريبوسومات كتير، ودي اتكلمنا عنها لما قلنا الريبوسومات والهيستونات.
طيب علل معاملة المادة النشطة المسؤولة عن التحول البكتيري بإنزيم دايوكسي ريبونيوكليز. ليه بنعامل المادة النشطة المسؤولة عن التحول البكتيري بهذا الإنزيم؟ لأن كانوا العلماء احتاروا ما هي المادة الوراثية المسؤولة عن التحول البكتيري؟ ما هي المادة الوراثية المسؤولة عن تحول نوع من البكتيريا الغير مميتة إلى نوع مميت؟ المادة التي انتقلت من البكتيريا الميتة والتي تؤدي إلى موت الفئران فيها بروتينات وفيها دي ان ايه وقد تحتوي على ار ان ايه. طب عايز اعرف من المسؤول، بروتين ار ان ايه دي ان ايه؟ قال لك تعالى احنا تعرفنا على انزيم جديد اسمه انزيم داي اوكسي رايبو نيوكليز. هذا الانزيم هنعامل به المادة الخليط من البروتين والار ان ايه والدي ان ايه، فنكتشف ان المادة النشطة دي اللي بتحول البكتيريا من بكتيريا غير مميتة الى مميتة لن تؤثر في البكتيريا الغير مميتة، لان تحولها، لان انا بالانزيم ده دمرت الدي ان ايه، حللت الدي ان ايه. طب اذا لم تتحول هذه البكتيريا الى بكتيريا مميتة يبقى في الحالة دي انا فهمت ايه؟ فهمت في الحالة دي ان الدي ان ايه اللي تحلل ده هو كان المسؤول عن هذا التحول. عشان كده لما تحلل هذا الانزيم هذا الدي ان ايه بواسطة الانزيم ده لم يحدث التحول. علل، اذا حدث تلف في احد القواعد النيتروجينية على شريط الدي ان ايه، وما نتيجة حدوث تلف قاعدتين؟ اذا حدث تلف في احد القواعد النيتروجينية على شريط الدي ان ايه عادي، احد الاشرطة تلف فيه الشريط الاخر يعمل كايه؟ كقالب ويكمله. طب وماذا يحدث عند حدوث تلف قاعدتين متقابلتين على شريط الدي ان ايه في وقت واحد؟ يعني القاعدة والمكملة ليها. طب انا كده هقدر اجيب ازاي؟ هكمل ازاي؟ اذا التلف دون لن يتم اصلاحه، لان التلف حدث على الشريطين في نفس الموقع. في الحالة دي القاعدتين المكملين لبعض اختفوا، يبقى مش هقدر ان انا اعوض ولا اصلح هذا التلف. يبقى اذا حدث تلف على احد الاشرطة الشريط الاخر يعمل كايه؟ كقالب لتعويضه. اما اذا حدث التلف على الشريطين في نفس النقطة يبقى في الحالة دي لن يمكن تعويض هذا الايه؟ التلف. طيب لعدم وجود القالب طبعا اللي يعمل على اصلاحه. علل، اعتقد العلماء اول الامر ان البروتينات هي المادة الوراثية وليس الدي ان ايه. قال لك لان الدي ان ايه ده في اربع قواعد نيتروجينية بس يا جماعة، اما البروتينات فهم 20 بروتين، 20 حمض اميني بيكون البروتينات، في 20 حمض اميني بيكون البروتين، يعني في بروتينات كتير جدا، اما الدي ان ايه اربعه بس. وطبعا اكتشفنا في النهايه العكس. هيكل سكر الفوسفات غير متماثل، قلنا لوجود، لا استنى ما تقولش وضع معاكس هنا، وبيقول لك هيكل سكر الفوسفات غير متماثل عن الشريط قدامك مش متماثل. ليه؟ لان الطرف اللي فوق مش زي اللي تحت. فوق هتلاقي ايه؟ في الطرف خمسة فوق هتلاقي مجموعة فوسفات، لكن في الطرف ثلاثة تحت هتلاقي مجموعة هيدروكسيل، مجموعة او اتش. يبقى في الطرف خمسة هتلاقي مجموعة فوسفات، اما في الطرف ثلاثة تحت هتلاقي مجموعة هيدروكسيل. اذا هو غير متماثل، يعني فوق مش زي تحت، والقواعد النيتروجينيه بتبرز على جانب واحد بس من الهيكل مش الجانبين. المتماثل اللي يمثل لنفسه مرايه، يعني الجزء اللي فوق يبقى زي الجزء اللي تحت، الجزء اليمين يمثل الجزء الشمال، ده هو هنا التماثل. لكن وجدنا ان هيكل سكر الفوسفات فوق غير تحت، يمين غير شمال، قواعد بس موجوده على اليمين او على الشمال،
طرف في جنب واحد، طرف اللي فوق يمثل عندنا فوسفات كمجموعة، أما الطرف اللي تحت يمثل OH كمجموعة هيدروكسيل. عدد الأدينين يساوي عدد الصيمين، وعدد الجوانين يساوي عدد السيتوسين. طب ما هو معروف عندنا ان القواعد دي بترتبط ببعضها، يعني مفيش أدينين الا معاه صيمين بيرتبط معاه، ومفيش سيتوسين الا معاه جوانين بيرتبط معاه، يبقى لازم العدد ده يساوي ده، يعني الـ A يساوي الـ T والـ C يساوي الـ G، لأن هما مرتبطان دائما معا على الشريط. قطر لولب الـ DNA متماثل على امتداد الجزيئ. قطر هنا يقصد بيها ايه؟ يقصد هيكل سكر الفوسفات اللي موجودين عندي الاتنين دول، البعد منهم متساوي. وما ان البعد منهم متساوي عندما يلتف هيمثل عندي قطر متساوي، لان المسافة على طول شريط الدي ان ايه المزدوج بين هيكلي السكر فوسفات متساوي، لان كل قاعدة ليها حلقة واحدة بترتبط مع قاعدة ليها حلقتين. يعني عندك بالنسبة للقواعد اللي مرتبطة مع بعض هتلاقي كل درجة من درجات السلم تمثل ثلاث حلقات، قاعدة بحلقة وقاعدة بحلقتين، قاعدة بحلقة وقاعدة بحلقتين، قاعدة بحلقة وقاعدة بحلقتين. يبقى عندي المسافة بين هيكلي السكر فوسفات تمثل على طول الشريط ثلاث حلقات، يبقى المسافة بينهم متساوية على طول. طيب معروف ان الحلقة او اللي عندنا قواعد ذات الحلقة الواحدة اللي هي السيتوسين والصيمين، واللي هي عندها حلقتين اللي هي الجوانين والأدينين. شريطي الدي ان ايه في اللولب متعاكسان حتى تتكون روابط هيدروجينية بشكل سليم بين زوجي القواعد النيتروجينية، ودي قلناها برضو في سؤال قدام، وقلت لك احنا بننوع اشكال الاسئلة عشان حضراتكم عندكم مشاكل قوي لما بنيجي نغير شكل السؤال. اجيب لك السؤال علل، اجيب لك السؤال ما المقصود بيه، اجيبه لك مقارنة، ده لدرجة ان في البعض يقول لك ايه، طب اما اجي يعني طب قول لي ازاي اقارن، هو نفس المعلومة. يعني يكفي حضرتك ان انت وانت في المقارنة عايز تقارن بين مثلا طفرات مشيجية وطفرات صبغية، ممكن تقول الطفرات الصبغية هي ايه وتتكلم عنها كاملة، وبعدين الطفرات المشيجية، بس برضو عشان نتلافى اخطائنا احنا بنعمل عملية تكرار للمعلومة بس بصيغ مختلفة، بحيث ان انت حضرتك تبقى عارف كل نموذج من نماذج الاسئلة تجاوب بانهي طريق. يبني انزيم البلمرة احد الاشرطة على هيئة قطع صغيرة، علل. لان انزيم البلمرة لا يعمل الا في الاتجاه 5-3 عادي، مش فاهم. يعني انزيم البلمرة عشان يكون شريط كامل ما يشتغلش الا في الاتجاه 5-3، اما في الشريط التاني المكمل عشان يشتغل في اتجاه 3-5 ما ينفعش، فيعمله على هيئة قطع ايه صغيرة، ويقوم انزيم الربط بربط هذه القطع. علل. اللولب المزدوج حيوي للثبات الوراثي لانه لابد من وجود نسختين حتى اذا تلف نيوكليتيد او قعد على احد الاشرطة يقوم الشريط المقابل بتكوين قالب لتعويضه، بتكوين التنكليتيد التي تتكامل مع القالب. تكسر الطفرات في بعض الفيروسات، لسه قايلينها، لان الفيروس لا يحتوي على أشرطة مزدوجة بل يحتوي على شريط مفرد من الار ان ايه، فاذا حدث اي تلف لا يوجد قالب لاصلاح هذا التلف، فهو شريط مفرد، لذلك بتتكرر الطفرات. اعتقد العلماء ان الميتوكوندريا والبلاستيدات نشأت كأوليات نواة متطفلة على حقيقيات النواة،
يعني انت عايز تفهمني ان الخلية اللي جواها بلاستيدات وميتوكوندريا ما كانش فيها بلاستيدات وميتوكوندريا؟ العلماء بيقولوا كده. طب وهي دخلت بقى ايه اللي خلاك تعتقد ان الميتوكوندريا والبلاستيدات كانت عبارة عن كائنات اولية زي البكتيريا كده؟ لان احنا لما جينا نشوف الميتوكوندريا والبلاستيدات وندرسها لقينا جواها دي ان ايه يشبه الموجود في اوليات النواة، زي اللي موجود في اوليات النواة. لما يكون عضي من عضلات الخلية وفي دي ان ايه لوحده، مادة وراثية لوحده، فاعتقدوا انه كان من الكائنات اوليات النواة وتطفل على حقيقات النواة واستمر معها، كان عملية تكافل بينهم وبين بعض. وكذلك اعتقد العلماء ان الخميرة اوليات نواة. ليه اعتقدوا ان الاميرة اوليات، ان الخميرة دي اوليات نواة؟ قالوا ان وجدوا جوه الخميرة بلازميدات تشبه الموجودة في اوليات النواة. ولكن بعد كده اكتشفنا طبعا ما ينفعش الكلام ده، لان النواة موجودة وغشاء نووي وكروموسومات، بس وجود البلازميدات شيء غريب، ده لا يوجد الا في اوليات النواة. فقالوا يمكن الخميرة في البداية كانت اوليات نواة ثم تطورت وتحولت الى حقيقيات النواة، وظلت البلازميدات موجودة في السيتوبلازم. علل، ترتبط الهيستونات بقوة بجزيء الدي ان ايه. المفروض ان الهيستونات بتلتف حول اشرطة الدي ان ايه، بس طبعا حضرتك لو جبت خيط ولفيته حوالين البكرة وسبت البكرة، لو حد جه لعب بيها الخيط هيتفك. انا عايز اربط الخيط ده او شريط الدي ان ايه حوالين البروتين وكل شوية اثبت، اربط واثبت الشريط على البكرة اللي عندي بحيث انه ايه ما يتفكش تاني. ازاي؟ قال لك في شحنات موجودة عندنا، مجموعة الالكايل اللي موجودة عندنا الجانبية تحمل شحنة موجبة، ودي بترتبط بمجموعة الفوسفات في الدي ان ايه. يعني هي مجموعة الالكايل دي موجودة فين؟ في الهستونات، في البروتينات. يعني مجموعة الالكايل في البروتينات فيها شحنة موجبة، ومجموعة الفوسفات اللي موجودة في الدي ان ايه تحمل شحنة سالبة. فما تيجي تلف الفوسفات ينجذب الى الالكايل ويحدث بينهم ترابط او تجاذب كهربي. هذا التجاذب الكهربي يعمل على ربط الدي ان ايه بقوة على الهيستونات اثناء تكوين النيوكليوسومات. طيب حيوان السلمندر اقل صفات من الانسان مع ان كمية الدي ان ايه اكبر منه. هنقول ان معظم الدي ان ايه اللي موجود في هذا الحيوان لا يمثل شفرة، وكمية البروتين اللي بداخله اقل من الانسان. بعض الطفرات غير حقيقية والبعض الاخر حقيقي. احنا اتكلمنا في البداية لن تصبح الطفرة حقيقية الا اذا ورثت. يقولك بعض الطفرات حقيقية والبعض الاخر غير حقيقي. الطفرة الحقيقية التي تورث، يبقى بعض الطفرات تعتبر طفرات حقيقية لانها تورث من جيل لاخر، وبعض الطفرات تعتبر غير حقيقية لانها لا تورث من جيل لاخر. تعتبر تغير في الكائن لم يورث، تغير نتيجة ظروف البيئة زي ما قلنا من شوية. التضاعف الصبغي ينتج عنه صفات جديدة. التضاعف الصبغي عندنا تضاعف في عدد الصبغيات، فبالتالي كل جين بيكون في الحالة دي ممثل بأكتر من كروموسوم، فيؤدي إلى انتاج ثمار كبيرة في الحجم، ويمكن ده يشيع في النباتات زي ما قلنا. والتضاعف الصبغي طبعا لا يصلح للحيوان، لان تحديد الجنس بيعتمد على عدد الكروموسومات الجنسية ونوع الكروموسومات
عدد الكروموسومات الجسدية ونوع الكروموسومات الجنسية اللي موجودة. يندر التضاعف الصبغي في الحيوان ده اللي احنا قلناه، لان تحديد الجنس يقتضي التوازن الدقيق بين عدد الكروموسومات او الصبغيات الجسمية والجنسية. مادة الكولشيسين تسبب طفرة مستحدثة. في الحالة دي بنقول له على اي مادة بتؤدي الى طفرة مستحدثة، لان احنا الطفرات دي كلها عملناها على النباتات. مادة الكولشيسين بالذات عالجنا بها النبات، ادى ذلك الى ضمور القمة النامية، وحصل تضاعف للانسجة الموجودة تحتها، فانتجت طبعا عدد مضاعف من الصبغيات، ادت الى انتاج فروع اكتر، ثمار اكبر وما الى ذلك. تختلف الاحماض الامينية عن بعضها تركيبيا. ده الاحماض الامينية نتيجة اختلافها في مجموعة الالكايل. اما اختلاف البروتينات عن بعضها تركيبيا، معروف ان البروتينات مختلفة عن بعضها في عدد ونوع وترتيب الاحماض الامينية اللي بتكون هذا البروتين، عدد البوليميرات اللي موجودة عندنا حسب الروابط الهيدروجينية اللي موجودة واللي بتدي جزيء البروتين شكله. دي اسباب ادت الى اختلاف البروتينات عن بعضها. ده لو بصينا للسؤالين، ممكن بعض الناس تفتكر ان هما شكل بعض. الحمض الاميني ده المونيمر، ده الجزء الصغير اللي بيكون البوليمر اللي هو البروتينات. تعال بقى مع بعض كده نشوف سؤال عن اشرطة الدي ان ايه، نشوف مسألة او مش تعتبرش مسألة بالمعنى السليم، ولكن تعال نشوف الفكرة بتاعتها بتتكلم ازاي. السؤال عندنا بيقول لي اكمل التتابع المكمل لتكوين لولب مزدوج مع هذا التتابع الموجود امام. قال لي والله لازم نكتب الشريطين تحت بعض عشان نقدر ان احنا نحل المسألة. انت عندك ايه زي ما احنا شايفين في الشريط قدامنا دلوقتي؟ الشريط يحتوي على ايه؟ تي جي تي جي اي تلاتة ايه اتنين تلاتة جي تي اي جي. لو بصيت معايا كده الايه طبعا هتكمل بالتي اللي هو الادينين مع السيمين، والعكس السيمين مع الادينين، الجوانين مع السيتوسين، السيمين مع الادينين. يبقى انت بتعمل شريط مكمل للي فوق بالظبط، واي ادينين يبقى قصاده سيمين، اي سيمين يبقى قدامه ادينين، اي جوانين قدامه سيتوسين، اي سيتوسين قدامه جوانين. يبقى انت كده بتكون شريط مكمل للشريط اللي هو مدوله. ابتدى بتلاتة ابتدي انت بخمسة، انتهى بخمسة ابتدي انت بكام؟ بتلاتة. يعني اعكس الوضع على الطرفين والقواعد، شوف المكمل ليها. برضو من الاسئلة اللي عندي بيقول لي احسب نسبة الادينين والجوانين في اللولب المزدوج. خلي بالك هو عايز نسبة مئوية. النسبة الشريط اللي فوق فيه كام قاعدة؟ عد كده 15 من اول الايه لغاية الجي 15. يبقى اللولب التاني برضو في 15، يبقى احنا عندنا كام قاعدة في اللولب المزدوج؟ 15 على الشريط ده و15 على الشريط ده، يبقوا 30. عد الادينين اللي موجود في الاتنين هتلاقيه 9. طيب اقسم التسعة على التلاتين عشان تشوف النسبة المئوية، هتطلع 3 على 10. ولو طبعا عشان نجيب النسبة المئوية هيبقى 3 على 10 هتساوي 30 على 100. نضرب في 10 فوق و10 تحت تطلع لي 30%. إذا كانت النيوكليتيدات اللي موجودة عندنا اللي بتمثل أو القاعدة اللي بتمثل الأدينين نسبتها 30%، يبقى في الحالة دي السايمين برضو هيمثل 30%، لأن الاتنين قد إيه؟ قد بعض. يبقى الاثنين بيمثلوا عندنا 50%. اما عندي الجوانين نسبته في الحالة دي هتكون قد ايه؟ قال لي طالما ده 30% يبقى التاني كام؟ 50%. طب ازاي؟ ليه قلت 20% جوانين؟ قال لك لان النص هيكون عبارة عن ادينين وجوانين،
والنص هيكون سيتوسين وثايمين. يبقى اذا كان عندك القواعد الثلاثيه اللي موجوده او القواعد اللي هي موجوده عندنا فيها حلقتين تمثل النص، والقواعد اللي فيها حلقه واحده تمثل النص اللي هي المكمله ليها، في الحاله دي يبقى عندي الادينين والجوانين يمثلوا 50% من القواعد. ولو عديت هتلاقي فعلا، ولو حسبتها هتطلع لك 20%. ما عدد اللفات؟ عدد لفات ايه؟ هذا الشريط. هو الشريط ده اصلا مفروض ان هو كشريط مزدوج في عندي كام نيوكليتيدة؟ قال لي 15 ناحية دي والناحية دي. طب اللفة الواحدة بتمثل كام؟ 10. يبقى في الحالة دي لما يلتف في اللفة الواحدة بحيث ان القواعد او درجات السلم تمثل كل 10 درجات لفة، وانا عندي 15 درجة للسلم، يبقى في الحالة دي هتقسم ال 15 على 10 تطلع 1.5 لفة. يبقى هذا الشريط اللي موجود قدامنا، اي شريط لما يقول لك عدد اللفات بتاعته بتعد عندك الشريط، اي شريط منهم. الشريط الاساسي اللي مديهولك اللي بيقول لك كمله هتلاقيه 15، يبقى في الحاله دي اسم على 10 يطلع لي عدد اللفات. اكتب التتابع الار ان ايه الماسنجر المنسوخ. طبعا في الحاله دي هنحط برضو الشريط الاساسي ونكمل الشريط اللي تحتيه، بس نخلي بالنا مع بعض من حاجة، ان بدل ما هنحط عندنا الثايمين هنحط مكانه اليوراسيل، ده عشان نحل مسائل لتكملة الأشرطة. طبعا كده انتهينا من مراجعة، نتمنى انها تكون فيها استفادة لحضراتكم، ونتمنى ليكم التوفيق مع كايرو دار. نشكركم ونتقابل في فيديوهات ومراجعات تانية ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.